جلوتاميت وجالا اتنين بحرف الجيم، واتنين تانيين اسيتايل كولين ودوبامين ثنائيات، والخمسه ايبينفرين. وفي النهايه قلنا ايه الفانكشنز اوف بيزر جانجليا؟ يمنع الانفولانتري موفمنت، دي هنكملها الفيديو اللي جاي، ويتحكم في الفولانتري. عنوان الفولانتري موفمنت حط تحتيها نقطتين، كوديت وبيوتري. حط كمان نقطه ثالثه، باستشرال باك جراوند فور فاين موفمنت. قلتها قبل كده، انت عشان تعمل اي حركه لازم يبقى الترنك معدول. مين اللي يتحكم في حركه الترنك؟ الفيستيبولار نيوكليس اللي في المضاد، اللي كانت بتاخد سيجنال من البيزل جانجليا. يبقى دايما كده انا وانا قاعد بكتب، عايزكم تبصوا عليا وانا دلوقتي بكتب، اديني قعدت ودلوقتي قصادي ديسك، بعمل ايه؟ تاني ظهري وضع معين لافف جسمي، ترنك واخد وضع عشان اقدر اكتب. طب ما هو وضع الترنك، ما هو ده مهم بايه؟ بوستشر، وضع جسمك عشان تعمل حركه فاين وتشغل عضلات ايديك. يبقى البيزل جانجليا واريا 6 قالت انا مهم حركه الترنك الجزع من اجل فاين موفمنت. واخر حاجه وانت ماشي ايديك بتتحرك جنبك. الفيديو ده هنكمل اللي قلناه في البيزل جانجليا. في البيزل جانجليا في الفيديو الاول اتكلمنا على السايت، على الكونكشنز، على الترانسميترز، على الفانكشنز. المره دي انا هتكلم عن الليجنز. يا ترى لو باظ الكوديت يحصل ايه؟ لو باظ السب سلامك نيوكليس هيحصل ايه؟ لو باظ البلوكس باريس انترنس هيحصل ايه؟ ولو باظ السبستانشن، فانا فكره الليجن هعملها بالمنقط اللي هو الازرق، تمام؟ او نعملها افضل بالاحمر عشان تبان. باظ الكوديت او باظ السب سلامك او باظ ده اولى. نبتدي في البدايه. اذا باظ الكوديت، كلنا عارفين ان الكوديت از فاسيليتاتور في الاسترتش ريفلكس. جدول الاسترتش ريفلكس السنترز اللي تزود التون والسنترز اللي تقلل. السنتر اللي تزود كان الكوديت ستيميوليت الانتيريور هورن سنتر. يبقى اول حاجه لو باظ الكوديت يحصل مرض اسمه كوريا، وده مهم جدا. ادي اول ليجن عندي. الكوريا سببه ليجن في الكوديت. قالوا ان الكوريا انواع، نوعين. نوع اسمه هانتنجتون كوريا، وده مرض وراثي بيحصل من 30 ل 40 سنه. مش شرط مرض وراثي يبقى من بدايه عمرك تكتشف، 30 40 سنه تقريبا، ده الهانتنجتون. ونوع تاني من الكوريا اسمه سيدنهام كوريا، وده مشكله من الروماتيك فيفر وبيحصل في الفيميلز. السؤال المهم بقى، كوريا ده ايه حكايته؟ انفولانتري موفمنت. وهتلاقوا كل الامراض الاربعه اللي بتحصل في البيزل جانجليا انفولانتري. العيان بيعمل حركه هو ما كانش عاوز يعملها، لا اراديه. ودايما الكوريا ده كومن في الفيميلز، فيها جينيتك بريديسبوزيشن. بصوا بقى، تكلم مع واحده وفجاه تلاقي عملت كده، فانت تخاف تضربني بالقلم ولا في ايه؟ ده انفولانتري. الحركه دي بيقولوا عليها بيربوز لس، ملهاش غرض، ملهاش اي اهميه. هي هتتكسف انها عملت كده وهي طالعه بتعمل كده تنزل تسرح شعرها. قال يعني كانت عاوزه تسرح شعرها، يبقى انفولانتري بيربوز لس موفمنت. ونخلي بالنا اذا باظ الكوديت بيحصل هايموتونيا، لان الكوديت بيزود التون، بوظها يحصل العكس. وهذا هو المرض الوحيد في البيزل جانجليا اللي بيقلل التون، مفيش غيره، مفيش حد تاني هيعمل غير كده. يبقى
من الفيديو اللي فات كانت بتطلع اسيتايل كولين. الاسيتايل كولين او كولينرجيك نيورونز مهمه للميموري للذاكره. فاكتشفنا ان يحصل العيانه دي ايه بقى؟ ديمنشيا. ديمنشيا لوس اوف ميموري، حاجه شبه مرض الالزهايمر الشهير اللي هو فقدان الذاكره. واحنا طلبه كنا بنذاكرها بطريقه جميله جدا. 3 سي فين هما؟ كوديت باظت. ما طلعش كولين، حصل لها كوريت. 3 كلمات سي، هقول تاني، كوديت باظت، مفيش كولين، حصل لها كوريت. دايما الحاجات دي هي اللي هتفكر. يبقى ادي اول مره. تاني مره باظ السب سلامك نيوكليس. اذا باظ السب سلامك نيوكليس تعالوا نفكر بالعقل، باظت يبقى معنى كده ايه؟ ما اشتغلش الجلوبس باليدس انترنس، تتبعه السهم. طالما ده ما اشتغلش يبقى ما حصلش انهبيشن للسرس. فضل السرس شغال بزياده. يعني لما يبوظ السب سلامك نيوكليس يحصل في العيان ده ايه؟ هايبرتونيا. طبعا ما هو خلاص الكورتكس شغال قوي والجاما امبلس اللي نازله على الانتيريور هورن سيل بزياده، هايبرتونيا. اسم المرض ايه بقى؟ بص ده اسمه صب سلامك نيوكليس. لما يبوظ اسم المرض جميل اسمه هيمي باليزماس، وهكتبها فوق عشان الاسود يكون باين اهو. تاني مرض عندنا هيمي يعني نص الجسم. طب كلمه بالي يعني ايه؟ سرعه. نص الجسم بيتحرك بطريقه سريعه. دكتور مش فاهم، حاسكم تتخيلوا، هعمل زوم على نفسي انا وهقلل. انا عيان باظ عندي الصب سلامك نيوكليس. بصوا هعمل حركه دلوقتي مفاجاه. طبعا ايه ده؟ هو الدكتور جاب ايه اللي عمله؟ عملت السادن تورشن، يعني لفيت الترنك بسرعه شديده جدا، حركه عنيفه سريعه واخده نص الجسم اهي كده. ايه ده؟ وبيعمل ايه؟ واحيانا العيان ده بيعمل فلكشن في اللور ليمب وهو بيلف، ممكن يعمل كده فيقع. يعني الصدر تورشن اوف ذا لور ليمب. كتاب قال عليها ايه؟ انفولانت، حركه غير اراديه سريعه. ما هو كلمه باليه زي رقصه الباليه فيها سرعه عنيفه، الحركه دي ممكن تموت. ليه؟ لان لو عمل سبازم شديد في اللارينجيال ماسلز تتخلق وتموت. يعني مش لازم نص الجسم اللي هو الحته دي. ايه حل لهذا العيان؟ حل العيان ده انك تقطع البيراميدال تراك. طبعا دي كارثه، بس دي حاجه حلها مش عليكم كطلبه. طب يا دكتور احنا هننسى، نفتكر ازاي؟ صد فيها كلمه بي، حرف البي، بيعمل مرض اسمه باليزماس بالبي. صب سلامك نيوكليوس باظ يعمل هيمي باليزماس، ودي مهمه قوي. بصوا بقى دي تالت مرض عندنا. اذا باظ الجلوبس باليدس انترنس، لو باظ يبقى بالعقل، مفيش انهبيشن على السرس، يبقى السرس شغال فيشغل الكورتكس، يشغل المصل بزياده، برضه يبقى في هايبر تونيا من غير ما تتعب دماغك. كل امراض البيزا الجانجليا فيها هايبر تونيا ما عدا الكوريا. بص بقى اسم المرض ايه؟ اسيتوزيس، وهكتبها فوق. ده اذا باظ الجلوبس باريدس انترنس. معنى الكلمه دي ايه؟ كلمه دي لاتين، سيتوس باللاتيني معناها فيكسد، و يعني مفيش فيكسيشن. دكتور يعني ايه نو فيكسد؟ يعني هتلاقي العيان ده عنده حاجه اسمها موبايل سبيس، ايديه بتتحرك. يعني ايه ايديه بتتحرك؟ اجي اكلم
كلم واحد الاقي فرد بص زوم عليا يعمل كده. ايه ده؟ ايديه عماله بتتحرك زي التعبان، سموها سنيك لايك اكشن، برضه في حركه غير اراديه. قولها تاني اهي، ادي الحركه وببطء شديد جدا. بصوا على الفكره، وانا ايديا بتتحرك زي التعبان كده، ايديا لتحت كان انا عامل ايه؟ ده برونيشن ويز فلكشن، وبعد كده سوباينيشن ويز اكستنشن. يعني انا كده سوباينيشن وكده برونيشن، وسموها سنيك لايك اكشن. يعني مريض البيزا الجانجليا عنده حركات لا اراديه تخوف، واحده ترفع ايديها وفجاه تنزلها على شعرها كوريه، واحد يكلمك ويعمل ايه يا عم في ايه؟ مالك؟ ده سنيك لايك اكشن، ده اسيتوزس الرابعه. الرابعه هو اشهر مرض فيهم، وخليناه في النهايه باز السبستانشيا نيجرا، مصنع الدوبامين. خلاص طالما ما فيش دوبامين يبقى ما فيش دايركت ولا اندايركت باسوي، لان كان زمان كانوا بيفسروها في الكتب غلط، يقول لك اصل سكه الاندايركت هي اللي مش شغاله. طب ليه مش شغاله؟ ما هو دوبامين واحد هيمسك في دي 1 يبقى دايركت، دي 2 يبقى اندايركت. اسم المرض ده ايه بقى؟ باركنسونيزم، وده في غاية الأهمية. باركنسونيزم هو الشلل الرعاش. اتسمى المرض ده على اسم العالم الإنجليزي الشهير باركنسون، فقال لك أنا هسمي المرض باسم شلل الرعاش. طب أنا عشان أجاوب الإجابة بشكل نموذجي أنا هحاول أمسح، وعشان أوسع لنفسي ونتكلم على هذا المرض المهم جدا، أول حاجة لازم تقول السبب، دي العناوين، وبعد كده لازم تقول الكلينيكال فيتشرز، إيه اللي هيبان في هذا العيان، وفي النهاية يتعالج إزاي. السبب باص السبستانشال دي جنريشن أوف ذا نيجرال نيورونز. طب إيه اللي يبوظها؟ تبوظ بكذا طريقة. أول حاجة ريبيتد هيد تروما، عمال اضرب واحد على راسه باستمرار، زي الملاكمين، الملاكمين المحترفين تلاقي مش لابس واقي على راسه، عمال يضرب ضربات جامده. طب انا بضرب الكورتكس اللي تحتيه البيزل جانجليا النيوكليار، بوظت الكاريجا. بص بقى رقم 2، ممكن يبقى برين انفكشن، التهاب في المخ، اسمه انكيفالايتس، التهاب في البرين. التالتة ممكن تلاقيها في الناس العواجيز، اثيروسكليروز، الناس الكبار فوق 60 سنة تلاقي في عنده رعشة في ايده ديورينج ريست، سببها بيبقى في مشكلة في السبستانشيا نيجرا مع العمر. ممكن رقم 4 يبقى الكهول. الخمسة بقى ودي تهمني جدا، لو انا اديت دواء يقفل الدوبامينرجيك ريسبتور اللي هي الادويه النفسيه، علاج الامراض النفسيه، حاجه اسمها ترانكلايزرز. كلمه ترانكلايزر اللي هي المهدئات، المهدئات عشان الناس اللي بيكون عندهم عنف شديد جدا، المهدئات دي ممكن تبوظ لك الدوبامين 2 ريسبتور اللي على الكوديت. طالما انت قفلت الريسبتور يبقى مش هيمسك في دوبامين، يبقى وجوده زي عدمه. يعني مش شرط ان النجرة تبوظ، ممكن تطلع دوبامين. وايه اهميته من غير ريسبتور؟ يبقى ملوش اهميه. كل دي اسباب، تعالوا نشوف المشاكل. اول مشكله، ايدين العيان ده فيها ايه؟ رعشه، وده اسم المرض الشلل الرعاش. طبعا الشلل دي هنيجي نقول ان تسميه غلط، بس في وقتها الرعاش اهي ترم. ايه اللي حصل؟ فاكرين الفيديو الاولاني في البيزا الجانجلي قلت ايه؟ نورمال سكه الدايركت قد سكه الاندايركت، الاستيميولات اليساوي
الانهبيتور. فيا جماعه الصلص السيجنال اللي خارجه منها بقت متظبطه، انا عامل عليها كنترول او مفرملها. هنا اللي حصل ايه؟ بص بقى، لوس اوف دوبامين مفيش. يبقى معنى كده سكه الدايركت مش شغاله وسكه الاندايركت كمان مش شغاله. بقينا تحت رحمتك يا صلص، ابعت اللي انت عاوزه. سيجنال زياده للكورتكس فيحصل لي، بص زوم عليا اهي، فلاكس شن في الصم. سيجنال اقل فالصم بيعمل اكستنشن، فسبوي عمال نازل طالع نازل طالع نازل طالع. الله، طب ما درعش اثناء الريست. احنا في الطبيعي ما عندناش ده. طب ايه اللي هنكتبه تحت عنوان التريمورز؟ هنكتب وصفها. تريمورز دي تبان مع الريست، يبقى ستاتيك، وضع الثبات من غير ما تتحرك، من غير ما تمسك قلم او تمسك حاجه. طب تاني حاجه، هي تختفي مع ديسابير مع الحركه. طب ليه يا دكتور ديسابير مع الحركه؟ لاني دايما لما تعمل حركه انت محتاج سيريبيلم. السيريبيلم في العيان ده سليم يا جماعه، ما عندوش مشكله. يعني العيان ده ايديه ترعش كده، حط له كوين في ايده، الرعشه تختفي، ودي مهمه جدا. طيب نيجي نقول اللي بعدها، الرعشه دي بتبقى من 4 لـ 8 مرات في الثانيه. 4 to 8 cycles per second. ووصف الرعشه زي ما قلت، alternating contraction of flexor then extensor، حركه متتابعه، مره شغل فليكسور ومره شغل اكستنسور، وبالتالي تلاقي صباعه طالع نازل. وصفوها في الكتاب بايه؟ كان واحد بيسبح، وده الوصف الاجمل طبعا. كلنا عارفين ان السبحه خلاص في خيط بيربطها، وانت بتيجي تسبح بتعمل ايه؟ بتعمل كده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله كذا مره. الله، طب ما انت بتحرك صباعك لتحت وفوق لتحت وفوق، كانك بتحرك الخرز على الخيط بتاع السبحه، وده الوصف الجميل. لكن بما اني اللي اكتشف الطب كلهم اجانب طبعا، فقال لك كانه بيعد فلوس، ما يعرفوش ايه السبحه والخرز. كاونت ذا ماني، فكره ماني كاونتنج. وده دكتوره شادي عندنا بتتكلم على ده، كانه كاونت ذا ماني بصرف النظر. يبقى دي اول حاجه ايه؟ تريمورز. وهي بتقول كلمه جميله، ان الصلص متصل بالكورتكس بسكه اسمها تيريمورو جينيك باس واي. الكلمه دي مش هتلاقيها في كتاب الاسم، مش مكتوبه. يعني ايه تيريمورو جينيك؟ يعني الصلص لو بعت اشارات زياده للكورتكس شغلنا فليكسور وبصصام، طب بعت اشارات اقل شغلنا انتاجونيستك ماسل وبصصام. يبقى كان السكه دي سكه نوت ادجستد، مش متظبطه. مين اللي بيظبط الاشارات دي؟ بيزل جنبي. عشان كده دكتور شكري قال جمله جميله عن بيزل جنبي، ات اكت از ابريك اون ذا صلص. انا اللي بفرملك يا صلص، اعلم ما تبعتش اشارات اي كلام. انا البريك زي الفرمله اليد اللي في العربيه، بوظ الفرمله عربيه مش هتقف. ما هو ده اللي انا عايز اقول. يبقى دي اول حاجه عندي تريمور في العيان. بصوا بقى تاني فيتشر عندنا، هما كام فيتشر؟ 4 فيتشرز. تاني حاجه بقى، الراجل ده يخشب حاجه اسمها ريجيدتي. المهم في ريجيدتي او هايبرتونيا تجاوب لي على 3 حاجات. ايه هما؟ ايه السبب؟ ليه التون عنده زاد؟ وتاني نقطه تقول زاد في انهي ماسلز؟ يا جماعه دي مهمه جدا. والنقطه الثالثه تقول لي التست، ازاي انا كدكتور في عيادتي اعرف ان التون زاد؟ عشان نعرف التون زاد ليه لابد ان انا
بص معاهم كلمه معظمها هيعمل الاتي. بص معايا بقى ونعمل زوم على الكلام. يعني معظم البيزا الجانبية اتفقنا قبل كده ان الكوديت نيوكليس فاسيليتاتور للتون واللينتي فورم انهبيتور. معظم البيزا الجانبية قال لك انا انهبيتور، انا بقلل من التون. قلنا لها ازاي؟ قالت عادي، مش انا متصله ببرين ستام نيوكلياي ده لا. قالت انا هبعت اشغل ستيمولييت الانهبيتور ريتيكولار فورميشن. فاكرين اللي كانت في المضم؟ طب انا هشغل الانهبيتور ينزل منها مجموعه سيجما على الانتيريور هورن سيل تعمل انهبيشن. انهبيشن لمين؟ للالفا والجاما نيورونز. فاكرين لما قلنا الريتيكولار فورميشن في المضله بينزل منها مجموعتين من الامبلس الفا وجاما امبلس نازله على الانتيريور هورن سيل. قالت انا هوقف الاثنين، وفي نفس الوقت البيزل جانجليا تعمل ايه؟ انهبت الفيستيبولار نيوكليس اللي في المضله، تقول لها انا هوقفك. طب انت يا فيستيبولار نيوكليس دورك ايه في الطبيعي؟ انك بتنزلي الفا امبلس. انا بنزل الفا امبلس اعمل ستيميوليشن الانتيريور هورن سيل. هتقول لي ايه ده؟ طيب ممكن يا دكتور اسالك سؤال؟ انت حطيت لي سكتين، ممكن تقول لي بقى البيزل جانجليا هتفضل مين في الاثنين؟ يعني تشغل الانهبيتور ريتيكولار فورميشن ولا توقف الفيستيبولار نيوكليس؟ اقول لك يا بتفضل دي اكتر. بتفضل انها انهبت الفيستيبولار نيوكليس اكبر. معنى كلامك ان لو البيزل جانجليا باظت واحط علامه اكس يبقى مفيش انهبيشن على الفيستيبولار نيوكليس، يبقى الفيستيبولار نيوكليس اشتغلت بزياده. اقول لك يعني الالفا اللي هتنزل منها على الانتيريور هورن سيل تبقى بزياده. اقول لك ايوه. طب وده يفرق معايا في ايه؟ ده معناها ان لما الالفا يبقى زياده قوي يشغل الاكسترا فيوزل اوف اول ماسل فايبرز، ودي مهمه جدا يا جماعه. الالفا لو ترجع للاسترتش فليكس هو الاي فريند اللي رايح لكل العضلات. هقول لك وده اللي حصل. يعني التون هيزيد ان اول ماسلز. هتقول لي يعني ايه اول؟ هقول لك فليكسوس اد اكستنسوس، هقول لك ادكتوس اد ادكتوس، يعني ادونس وانتاجونس كلنا هنشتغل زي بعض بالظبط. التون عالي، انت مخش قدام ومخش بورا مش قادر تتحرك. ولقوا حاجه غريبه زائد، بصوا بقى دي الفليكسورز اوف ذا نيك، عضلات الرقبه لسبب غير معروف لقوا فيها فليكشن اقوى من الاكستنشن. فهمثل لكم اللي انا هعمله دلوقتي ونعمل عليه زوم على نفسي. انا هبقى ماشي ازاي كده؟ مخش سنسرو فليكس وكده، وهقول لكم همشي ازاي. بس انا واقف، العيان ده وشه على الارض لان الفلكسورز اوف ذا نيك فيها تون عالي، هو مش قادر يرفع راسه. التون زايد قوي، يبقى التون زاد في كل المصل بالاضافه للفلكسورز اوف ذا نيك. طيب سؤال، التست ازاي انا اختبر هذا العيان؟ فاكرين مريض الابر موتور نيورو ليجن؟ قلنا عنده كلاسب نايف. فاكرين التون زاد في الفلكسورز مايلد شويه عن الاكستنسورز في البايسبس اكتر، فكنت بقني ايديه بصعوبه في الاول ثم ايده تتني بعد كده بسهوله. فكره المطوه ارم غزال قلناها قبل كده. طب انت يا باركنسونز؟ لا لا، انا فليكسورز ات اكستنسورز في التون، هتبني ايدي مش هتعرف.
لا هتعرف تتنيها ولا تعرف تفردها. فشبهوها في المرابع كأن ايده معمولة من الرصاص. المواسير السلاكة اللي بتتحط في الحلقة بتاعت الصرف الماسورة رصاص، لما تيجي تشتريها من المحل ما تعرفش تتنيها ولا تفردها. قالوا تبقى انت ليد بايب ريجنت. في طلبه تنطقها غلط، يقول لك ليد بيب. يا جماعه ده مش بيب، ده بايب، دي ماسوره من الرصاص. تاني تيست هيبان في العيان ده، العيان ده الترامولز عنده اعلى بكتير من الريجنت. يعني بصوا الرعشه في ايديه عاليه قوي عند الريست. انت لو حاولت تبني الريست كانك بالظبط جبت عجله في العجله العاديه والعجله دي فيها ترس، الترس بتاع العجله زي عجله البايسكل او اي عجله، حاول تحرك الترس ده من على العجله تلاقي فيه صعوبه شديده جدا وتنتش معاك زي ما بيقولوا بالبلد فيها تلتيشه شويه. سموها ايه بقى؟ كوج ويل ريجيد، صعوبة حركة الترس من على العجلة، لأن الترامس سوبر امبوز ريجيد، الرعشة أزيد بكتير من الريجيد. يبقى أنا كده عنوان الريجيد قلت السبب، قلت الماسلز افكتد، قلت التست اللي بنعمله ليد بايب في كل الجسم والكوب ويل في الراس، صعب تحركه صعوبة شديدة. نيجي نتكلم على تالت حاجة واخر حاجة في ملامح هذا المرض، اكاينيزيا. ونفهم معنى الكلمة، كلمة كاينيزيا معناها حركة، يعني مش مفيش صعوبة في الحركة. وتعالى بقى نيجي نعمل زوم على هذا العنوان، شلل رعاش. انا اتفقت معاكم على كلمه رعاش وترمس، الشلل تسميه غلط. طب ليه تسميه غلط؟ لان العيان ده اساسا ما عندوش بارالسس. يا جماعه البيراميدال تراك سليم، الاكسترا بيراميدال في مشكله شويه، الراجل ده مش مشلول. امال ايه اللي حصل؟ فقد الرغبه في الحركه. طب ليه يا دكتور؟ لاني عنده هايبر تونيا. فاكرين انا قلتها تاني ملامح المرض، التون عنده عالي، حتى الناس بالبلدي يقول لك ايه؟ كان في اكياس رمل في رجلك. يا عم ما تمشي، هو في رمل في رجلك ولا انت مش عارف تمشي ليه؟ صعوبه شديده في الحركه، عنده اكتئاب. عشان كده اساتذتنا علمونا جمله حولها ذا بيشنت لوز ذا ويل تو موف، ويل الرغبه، فقد الرغبه في الحركه، يبقى اكاينيزيا. فوصفتها ليه بشلل؟ ده وصف مبالغ فيه. هتقولي طيب ايه هي ملامح الاكاينيزيا؟ ملامح الاكاينيزيا كذا حاجه. اول حاجه الراجل ده مش قادر ان هو يمشي. يعني ايه؟ همثلها على نفسي عشان تكونوا متخيلين. انا التون عندي عالي في جسمي كله، وانا رقبتي لتحت، فلكشن اتيتيود يعني وضع الفليكشن. بصوا انا همشي ازاي؟ همشي كده. ايه اللي حصل؟ انا رجلي بكحك برجلي في الارض، بالبلدي بجردرها. طب وانا ماشي في النورمال، بصوا عليا كان نورمال اهي، عامل فلكشن في الرجل دي واكستنشن في التانية. يا جماعه واحنا بنمشي بنبدل الرجل المتنيه اهي، المتنيه تتفرد والمفروده تتني، انت هنا عمال تبدل في الحركه. العيان ده فقد البروجرام اوف ووكينج. يا جماعه البيزل جانجلي هي مخزن الحركات الاوتوماتيك. واحنا صغيرين اتعلمنا نمشي، كل ما نيجي نمشي بقت سهل. عمري ما ببص على نفسي وانا ماشي، ما انا بمشي عادي اهو. ف
فلكشن اكستنشن وبادل. اللي حصل ان ما بقاش عارف يمشي ازاي. طب والتون عنده عالي فكمان بيمشي بصعوبه، فسموها كلمه شفلينج جيت. كلمه جيت يعني ماشيه، شفلينج يكحك برجله في الارض. فيري سلو اند شورت ستابس، خطوات بطيئه جدا. وقلنا رقبته محنيه وايديه فيها ترمز، ده الوصف بتاعه. بصوا على رقم 2، ودايما تلاقوا الحركات اللي هتكلم عليها مش كتابه كلام اللي هو الاوتوماتيك. تاني حاجه بقى نقول له طيب اتكلم، ما يتكلمش عادي زينا. دكتور يعني ايه ما يتكلمش عادي زينا؟ يعني بمنتهى البساطه انا لو جيت قلت لك ازيك يا محمد، بتلاقي التون نغم صوتي طالعه ونازله. ازيك يا فلان، عامله كده طالع نازل. ايه بقى اللي حصل في العيان ده؟ السبيتش بتاعته بطيئه جدا، التونج ماسلز مش عارفه تتكلم، تقيله لسانه تقيل. فبصوا بقى ازاي يا محمد تبقى عنده ازاي همثلها. ازيك يا محمد، كانه شريط بيسف. ازيك يا محمد بقت التون او النغمه واحده ما بتتغيرش، فقالوا عليها سلو مونوتونس سبيتش. كلمه مونو واحده والتون نغمه، هناك نغمه وحيده ممله جدا. ده عقبال ما يكون كمل يا محمد دي اكون انا روحت. بطيء جدا. بصوا بقى رقم 3 عنده تعبيرات وشه، مفيش تعبيرات يا جماعه. التون عالي في كل المصص من ضمنها فيشال مصص، يعني قادر يضحك ولا قادر يرضى. تخيل كاني في كده اكياس رمل في خدوده، فقالوا كانه لابس قناع ماسك فيس. حتى الناس بيقولوها بالبلدي وش البلاستيك. هو التاني بيقول وش الخشب، يعني لا بيضحك ولا بينفعل. حتى المراجع المحترمه تقول ستاتشيو لايف، ده تمثال. والتمثال ده مهم قوي. بصوا بقى رقم 4، كل الكلام ده في صعوبه الحركه في العيان، ان هو كمان بص مش قادر يقوم من نومه. يعني ايه؟ انا عشان اقوم من نومي كنت نايم فلات، لما بقوم انا بشغل مين؟ البروكسيمال ماسلز بتاعه الهيب والترنك. هتقولوا طب وايه هي العلاقه؟ العلاقه ان البيزا الجانجليا بيتحكم في البرين ستام نيوكليوري اللي بتشغل الترنك والاكستنسور اوف ذا لور لين والبروكسيمال ماسل. باظت البيزا الجانجليا فقط البوستشر بتاعي. هو انا كنت بقوم من نومي ازاي؟ بقت صعبه. فيقول لك difficulty in getting out from bed، مش قادر يا جماعه اقوم من السرير. كل دي مشاكل وامثله في صعوبه الحركه في العيان. ده غير صعوبه في الكتابه، قلتها قبل كده اجرافيا. طيب كل الكلام ده احنا قلناه وما فيهوش اي مشكله، ناقص اخر نقطه تريتمنت. اللي عنده شلل رعاش ممكن تقول علاجه ايه؟ علاجه بمنتهى البساطه، الراجل ده فقد الدوبامين، يبقى لازم اديله دوبامين. بس يا خساره ما ينفعش. ليه؟ اصل الدوبامين cannot cross the blood brain barrier. قالوا طب احنا هنعمل حركه زي التحايل على القانون بقى. انا هدي للعيان كتريتمنت الا دوبا، ليفو دوبا. وهنا انا عايز ارجعكم للبايو كيمستري واسالكم سؤال محرج شويه حشر البايو. هو ازاي النور ادرينالين اتصنع؟ الان دوبا يعدي البلاد برين بارد ويتحول الى دوبا.
دوبامين، والدوبامين يتحول لنور ادرينالين. يا جماعه ده الستبس اوف فورميشن اوف نور ادرينالين. هتقول لي انا فهمتها، انا هدي الميلوبا يعدي الباب امبارح يوصل للبيزل جانجليا ويتحول جواها الى دوبامين. دي اول حاجه. رقم اثنين، تاني بقى حاجه، الامريكان فكروا فكره عبقريه قلبت العالم من 20 سنه. قالوا هنديله دوبامين. يا جماعه ازاي ما بيعديش؟ قالوا احنا هنزرع جوه في البرين، نعمل عمليه مخ واعصاب، هنفتح دماغ العيال ونزرع تيشو بيصنع دوبامين نحطه جوه البيزل الجانبي. فقعدنا نفكر مين التيشو اللي في جسمي اللي يطلع دوبامين غير سبستانشيا نيجرا؟ كان الادرينال مضل بتصنع غير ادرينالين ونور ادرينالين دوبامين. يبقى تاني حاجه ترانسبلانتيشن بارت اوف ادرينال مضل تيشو انتو بيزل جانبي. ده يا جماعه قيمه العلم. طب تعالوا بقى في رقم ثلاثه، هتقولوا هو ليه حاطط الرسمه دي؟ دكتور محمد ده مش بتاع باي، عشان اخدم فكره. الدوبامين لما هتكونه هل انت عايز تكسره؟ تقول لي لا انا عايز احافظ عليه. مين اللي بيكسر دوبامين؟ انزيم اسمه ماو اللي هو مونو امين اوكسيديز تاخدت في البول. يبقى انا هعمل ايه؟ همنع الماو ان هو يشتغل. هدي للعيان مونو امين اوكسيديز انهيبيتور، ودي نقطة تهمني جدا. لسه في علاج رابع. ايه العلاج الرابع؟ تعالوا افكركم باللي قلته في الفيديو اللي فات. يا جماعة الكوديت بتطلع اسيتايلكولين، وإذا وصل لها دوبامين من سبستانشا نيجرا تبطل شغل. يعني معنى الكلام ده لو زاد الاسيتايلكولين يحصل ايه في الدوبامين؟ هيقل، والعكس صحيح. لو زاد دوبامين انا بطل اصنع. ما ينفعش مكان واحد في جسمك يطلع نوعين من الترانسميتر. طلع واحد. هتقولوا طيب يعني معنى اللي انت رسمته ده اللي حصل في الباركنسونيزم، دوبامين قل اسيتايلكولين زاد. عشان نعالج العيان نعمل ايه في الاسيتايلكولين؟ نقلله، واذا قل ده سيحدث العكس. قالوا خلاص يبقى هندي انتي كولينرجيك دراج همنع تصنيع الاسيتايلكولين. طب الخمسه، الخمسه دي بقى في المرض الشديد قوي ما بتتعملش في الانسان. طب انت بتقولها ايه؟ اكسبيرمنتال. قال هو مين سبب التريمور؟ قلنا الصمص النوت ادجستد سيجنال. بيزل جانجليا كان بيشتغل كبريك، كان بيفرمله، باظ البيزل جانجليا يبقى مفيش بريك، يبقى حصلت الرعشه. دكتور عايز توصل لايه؟ النيوكليوس اوف صمص المجنونه اللي بتطلع سيجنال زياده قوي سيبه مبوظها. دكتور مبوظ ايه؟ النيوكليوس اوف صمص دي ده موتور، ده حركه ومفيش غيرها ومفيش بديل. قالوا احنا هنعملها على المنقس لان الانسان كان في قصر الحته دي، هنعملها في القرون. وجبنا الكترود كهرباء وسيحنا النيوكليوس اوف صمص اللي بتعمل تريمر. بوظناها. لما باظت لقينا القرد الحمد لله ما حصلوش تاني. وعشان اللي بيسمعني دلوقتي ما يقولش ان الدكتور هايس، ازاي هتعمل في القرد شلل رعاش؟ عادي، هحقن القرد دوا بلوك دوبامينرجيك ريسبتور. انا هقفل له الدوبامينرجيك ريسبتور. عنده دوبامين من السبستانشيا نيجرا بتاعته بس مش شغال، يبقى وجودها برضه زي عدم. يبقى عملت في المونكي باركنسونيزم شبه الهيومن، وفتحت دماغه بعمليه وانستيزيا، ودخلت الكترود وسيحت النيوكليس. ايه بقى سيحت دي؟ بتتقال في الكتاب ازاي؟ الكترو كو ابيوليشن.
ودي مهمة جدا. Of ventrolateral nucleus of cells. الكهرباء وكوأجريشن زي تسيحها بوظتها تماما، خلتها ما تنقلش موتور سيجنال الى الكورتكس. يبقى في نهاية هذا الفيديو انا قلت ان الليجنس وبيزا الجنب الاربعة وكل واحدة قلني السبب. كوريا اللي بصوا ديت هيني باريزماس ساب سامرس اسيتوز باز بلوبس بلدس انترنس باركنسونيز باز السبستانشيا نيكرا اللي بتفرز دوبامين. جيت على اسم هذا المرض وقلت ان هو الشلل الرعاش، نص التسمية صح رعاش بس الشلل غلط مش صح. قلت على سببها، قلت خمس اسباب يبوظ السبستانشيا نيكرا. اتكلمت على ملامح المرض، ثلاث عناوين: واحد تريمورز، اثنين ريجيديتي، ثلاثة اكالجيسيا. جيت في ريجيديتي قلت سببها نوع المصل افكتد، والتيست اللي بعمله تو تيست ليد بايب وكوجويل، وقلت على علاج الباركنسونيز لازم ادي الدوبا ولازم ازرع حاجه بتعمل دوبامين وامنع تكسير الدوبامين واقلل الاسيتايل كولين واشوف النيوكليس بتاعه السنرس اللي سبب التريمور